دلوقتي جاء معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لاميا. اتفضلي يا لاميا. شكرا لك يا منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب نصف المشغولة والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر. كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. وتأتي هذه الموافقة في إطار تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والحد أيضا من محاولة التهريب الجمركي. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام في العاصمة الألمانية برلين، ويشارك شكري مع نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم أو دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط ضحايا مدنيين في غزة باعتباره أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية جنوب جنين. أكد الجيش السوداني استقرار الموقف العملياتي في جميع ولايات البلاد، وفي بيان له أشار الجيش السوداني إلى وجود انتهاكات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع في أجزاء من مناطق في العاصمة الخرطوم، كما لفت إلى القضاء على المئات من عناصر الدعم السريع وتدمير العشرات من العربات التابعة لهم، وذلك خلال تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة في منطقة الخرطوم بحري. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطة حلف شمال الأطلنطي لفتح مكتب في العاصمة اليابانية طوكيو تثبت عزم الحلف مواصلة عسكرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي أن الناتو يستهدف العداء مع الصين وروسيا، وكانت وسائل إعلام يابانية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الناتو واليابان بشأن افتتاح مكتب للحلف في طوكيو. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصين من أجل السلام والاستقرار في العالم، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني تشينجانغ في باريس. هذا وجددت كولونا التشديد على وجوب سعي بكين إلى إقناع موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا والدفع بروسيا قدما على مسار السلام. من جانبه شدد وزير الخارجية الصيني على أن زيارته إلى باريس تستهدف العمل المشترك لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي في رادس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي في 10 مساء الجمعة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وخاض لاعبو الأهلي إحماء وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات تضمنت الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها مدرب الفريق مارسيل كولر خلال المباراة. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.